عشان كده دائما الانسان المخلص ربنا بيجعل له من كل ضيقه فرج. انت لو مخلص مع الله حتى لو عملك الصالح بسيط وعلمك ذاته بسيط وحفظك بسيط، لكن مخلص قدر اللي عندك ده مخلص لله تمام، ربنا بيجعل لك من كل ضيق فرج. ما تعاين انه النازل والله يا اخي حضروا لك كثير، والله اذا كان فيه ناس كتار والحضروا لك الخطبه كم وضحكوا لي وسلموا علي بعد النصيحه، ده كله ما تعاين له. عاين انه شغلك ده يا الله عديل ولا فيه لك لا. الصبح ده عاين غير دي. اليوم التعاين غير دي اعرف انك هلكت. فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.